السلام عليكم، معكم سفيان من قناة نواة تيفي. اليوم عندنا هاتف نوكيا سيئة كما كتعرفوا، طريقة عمل الفورمات الطريقة كالتالي. يعني كنبغيو نديرو ليه الريكفري مود، ما كيبغيش ايه تفورماطا. وغادي كيفاش غادي نقوموا بعملية الفورمات؟ عن طريق الكمبيوتر. يعني كندخلو غتلقاو رابط الأداة هو هذا، غتلقاو غنخليها لكم تحت أسفل الفيديو. هي هادي كتليشارجيها كتدخل، يعني طريقة سهلة وسريعة. كندير اصدار أداة جديدة الاستعمال، باللي كندير اصدار كتدخلني كندخل باللي كندير اصدار كندخل لهذا الاختيار، وهذا كنكليك على هذا الاختيار وكندير هذا الاختيار. قبل ما ندير هذا الاختيار اش كندير؟ كنقوم بإطفاء الهاتف، كنقوم بإطفاء الهاتف ديالي هو هذا. قمت بالإطفاء ديالو، كندير كنكليكي على هذا الاختيار، ومن بعد كيقول لي طفي الهاتف وقم بتوصيل الهاتف مع الكمبيوتر. كنوصل الهاتف ديالي، يعني كما كتشوف تقرا معايا الهاتف. اش كندير؟ كنتسنى حتى كتعطيني هاد الخانه. بلي عطاتني هاد الخانه كنضغط فاكتوري ريزيت، يعني كنفورماطي. كيقول لي اوكي، كيقرا لي المعلومات ديال الهاتف، صافي قام لي بعمليه الفورمات. كنجي للهاتف ديالي كيديماري وكيتفورماطا كما كتشوف معايا في الصورة. ما تنساش الاشتراك في قناة أنا وهاتفي، معك سفيان من قناة أنا وهاتفي. اشترك في القناة، دائما فيديوهات جديدة وحصرية. يعني أداة رائعة رائعة جد رائعة وبالمجان، يعني كراك. أنا غادي تلقاها أسفل الفيديو. قم بالتحميل وقم بعمل الفورمات لوحدك، أداة غير مدفوعة كما كتشوف. أنا فورماطيت الهاتف ديالي، كنتسنى. راكم عارفين الهاتف يعني كيتعطل شوية باش كيديماري. هو هذا نوكيا سي ان. انا جربت على نوكيا سي ان، مازال نجربها على هواتف اخرى كما كتشوف معايا. صافي غادي اوكي، يعني خص صافي الهاتف. قمت بعمل الفورمات له، التكسير تكون زاد شويه. ليه نقول لك حل كما كتشوف، كيقول لي دخل استخدم الجوال خط بعين خدمة الجوال بطاقة سيم الصغيرة. صافي يعني تفعلات. دابا كنقوم بتخطي حساب جوجل، راه ساهلة. ولا كندير الجيميل ديالي وكيدخل معايا الهاتف، يعني كندير الجيميل ديالي وكيدخل الهاتف عادي. ولا كندير تخطي حساب جوجل، راه كاينة في القناة غتلقى مشروح طريقة التخطي.